بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة طبعا يا جماعة موقف محرج، إن شاء الله موقف النهاردة زعلانين. النهاردة زي ما شايفين، إن شاء الله النهاردة هتشوف النهاردة بإذن الله الذئب أكل الغلمات. النهاردة أكل الذئب أكل الغلمات بتاعتنا المعزة. شاهد يا جماعة أكلوها، أكلوا الغنمة، هاي الغنمة الثانية، أكلوها طبعا يا جماعة زي ما شفتكم، هم الغلمات أكلوهم وإحنا زعلانين أكلوهم طبعا. ونروح تعال نوريكم الشونة، هاي الشونة يا جماعة. هم طبعا الذئب نط من هنا، اهو الذئب نط من هنا، اهو يا جماعة الذئب نط من هنا، واهو دخل. اوريكم اول شونة برضه، اهو طبعا بكام الغلمة طبعا، هم سخين. احنا طبعا المعزة وديناهم برا. اهو يا جماعة اهو زي ما شايفين، هذا المكان وهو المكان اللي نط منه طبعا الذئب الذي نط منه اهو زي ما شايفين. الذئب نط من هنا وأكل الغلمات، أكل المعز أهو، نط من هنا يا جماعة ودخل على الغلمات وأكلهم أهو. المكان طبعا هم الغلمات طبعا احنا وديناهم مكان بعيد. وشاهد الكلبة اهي والكلبة الثانية تأكل، وهو الذئب طبعا زي ما قلت لكم أكلهم، أكل المعز والغنمة هم أكلهم. دي طبعا فتحها في بطنها اهو، ودي برضو فتحها في بطنها، ودي طبعا شنقها اهو، شنقها من هنا اهو زي ما شايفين منها اهي الدم شنقها. ربنا يعوض علينا طبعا. ان شاء الله هنقول زي ما قلنا لكم النهارده هنوريكم هم الغلمات، ورانا لكم نط من فين الذئب المفترس اهو يا جماعة اهو. نط على الغنمات هم الذئب، هم الغنمات زي ما شايفين نط عليهم وأكلهم. اشترك في القناة وزوزو زر اللايك والجرس، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبد الرحمن عادل، شكرا لكم.